بالنسبة للولايات المتحدة يمكن ثلاثة العناصر. العنصر الأول هو أن في قضية الصحراء بصفة عامة وفي المقاربة الدبلوماسية، قضية الصحراء بصفة خاصة والمقاربة الدبلوماسية بصفة عامة، المغرب اختار صداقته ودعمه في الديمقراطيات ماشي في الأنظمة الشمولية ولا في المغرب، ما مشاش لكوريا الشمالية ولا شي حاجة كيقلب عليها، كيقلب لي مع مساندينا ولا أصدقائنا وما ديمقراطيات. الديمقراطيات فيهم التناوب، فيهم التناوب، فيهم التناوب، فيهم التناوب. إذا دخل المغرب في هذا المنطق ديال راه كاينين انتخابات، راه هذا ما كان يعني كاينين في فرنسا انتخابات، كاين في إسبانيا، كاين في العالم كله. وبالتالي فالعلاقات هي علاقات بين دول، ماشي علاقات يعني إلا دخلنا في هذا المنطق ما خصنا نسنيوح مع حتى شي دولة شي وثيقة، لأن فيها انتخابات والأمور وتناوب على السلطة وغيره، وتناوب على السلطة وغيره، وتناوب على السلطة وغيره.